ومستمرين مع حضراتكم مشاهدينا في تغطيتنا المباشره والمتواصله، وتنضم الينا الان ايضا المفادات التلفزيون المصري الزميله ريهام الديب مباشره من شرم الشيخ. ريهام، اهلا بك مره اخرى، لابد ان لديك جديد. بالفعل يعني يوسف، الحقيقة هناك الكثير من يعني الفعاليات التي يشهدها اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. كما نعلم جميعا أن المحاور الرئيسية لمنتدى شباب العالم في نسخه الأولى والثانية والثالثة كانت السلام والإبداع والتنمية، وهي أيضا المحاور الرئيسية للمنتدى في نسخته الرابعة. ولكن ما يميز هذه النسخة هو كل ما يتعلق بمستقبل ما بعد كوفيد 19، كما ذكرنا في التغطيات الإخبارية السابقة فيما يتعلق بمستقبل الرعاية الصحية بعد جائحة كورونا، أو في عالم ما بعد جائحة كورونا، مستقبل الطاقة، وكذلك أيضا المسؤولية الدولية تجاه استدامة الأمن المائي. الآن يشرفنا على شاشة التلفزيون المصري الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، لكي نتحدث حول هذا المحور تحديدا. دكتور هاني، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم ومشاهدين حضرتك. بالتأكيد منتدى شباب العالم يعني بيعتبر محفل مهم جدا للحديث حول الكثير من الملفات اللي بتعتبر محل اهتمام الشباب وكل الحقيقة دول العالم بثقافاتهم وخبراتهم المختلفة واهتماماتهم أيضا المختلفة. قضية الأمن المائي هي قضية في منتهى الأهمية، وربما ستكون محور أيضا جلسة من الجلسات في يعني فعاليات منتدى شباب العالم في هذه النسخة. إلى أي مدى من الممكن تحقيق استدامة الأمن المائي من خلال المسؤولية الدولية عن ذلك؟ ده حقيقي، هو فعلا في أحد الجلسات معنية باستدامة الموارد المائية والأمن المائي وعلاقته بالتنمية المستدامة، والحقيقة الجلسة دي كانت من أهم الجلسات، وتم مناقشة فيها محاور متعددة، وكان فيها معالي وزير الري، كنت أنا متحدث رئيسي فيها، وكان فيها كمان معالي نائبة رئيس وزراء دولة الكونغو. والحقيقة كان في طروحات عظيمة جدا زي ما حضرتك قلتي، ما بعد الكوفيد وعلاقته بالمحاور المياه والمياه وعلاقتها بالتنمية المستدامة وعلاقة المياه بالتغيرات المناخية. الحقيقة تم التطرق لحاجات كتيرة جدا، وكان من أهم المحاور اللي عرضه معالي وزير الري إنجازات الدولة في السنوات الأخيرة في مجال المياه. والحقيقة أنا شخصيا يعني كواحد عايش في ألمانيا شايف اللي حصل في مجال الموارد المائية في السنوات السابقة شيء غير مسبوق، حجم استثمارات غير طبيعي اللي بنسميه التكيف مع التغيرات المناخية اللي حصل في مصر، سواء بالحفاظ على المياه في التبطين أو التحول للري الحديث أو المشروعات الزراعية اللي بنشوفها كل يوم في افتتاحات جديدة، الحقيقة شيء مبشر جدا. حضرتك شايف انعقاد منتدى شباب العالم أهميته في هذه الفترة تحديدا اللي فيها تحديات كثيرة فيما يتعلق بالأمن المائي، ما الذي يمكن أن يضيفه من وجهة نظرك دكتور هاني؟ الحقيقة طبعا بيضيف لموضوع الأمن المائي، لأن إحنا يهمنا الحفاظ على حقوق مصر، ولازم نوضح للعالم موقفنا المائي، وان مصر ما عندهاش رفاهيه خساره اي متر مكعب من المياه، وايه الوضع المائي الحقيقي في مصر لازم يتعرض قدام العالم، وده اللي كان حصل النهارده في الجلسه. وكمان نستفيد من خبرات الدول الاخرى في ازاي بتتعاملوا مع ندره المياه، ازاي بتتعاملوا مع قضيه الامن المائي وعلاقته بالطاقه وعلاقته بالتغيرات المناخيه. ففي محافل الدوليه اللي زي كده بيكون فيها استفادات كبيره جدا على مستوى الأفراد وكمان على مستوى الوزارات. أيضا كما طبعا تابعنا أنه كان في الحقيقة الكثير من الجلسات بتتحدث عن عالم ما بعد جائحة كورونا، التكنولوجيا ومستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر ذلك أيضا في قطاع مهم مثل قطاع الموارد المائية؟ شكرا الزميلة ريهام الديب، وشكرا لضيفها الكريم الدكتور هاني سويلم أستاذ الموارد المائية بالجامعات الألمانية، وعذرا مرة أخرى مشاهدينا على انقطاع الاتصال.